السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة زهرة والزراعة البسيطة. حلقتنا اليوم ستكون عن زراعة البقدونس أو ما يسمى المعدنوس من البذور. أمامكم هنا بذور بقدونس حصلت عليها من نبات البقدونس المزروع في السطح. سأريكم المراحل التي اتبعتها لإنبات البقدونس في سطح المنزل. أولا قمت بشراء البذور من بائع التوابل، ثم أخذت أصيص به ثقوب والتي تعتبر فتحة صرف، غطيت هذه الثقوب بحصى لمنع خروج التربة عبر الفتحات، ثم قمت بملء الأصيص بالتربة. استعملت تربة غنية بالرمل بها قليل من الطين وكمية من المادة العضوية المتحللة. سويت سطح التربة ثم زرعت البذور التي اشتريت من بائع التوابل. حاولت أن وزعها بشكل متساوي على سطح التربة، ثم غطيت البذور بطبقة رقيقة من التربة فسقيت سقي الغمر من أسرار نجاح زراعة البقدونس. يجب شراء البذور من محل بيعه موثوق به، لأن البذور تبدأ في التلف بعد العام الأول وتصبح غير قابلة للزراعة بعد مرور 4 سنوات. وهذا شكل البقدونس بعد مرور شهر من زراعته. في هذه المرحلة يصبح البقدونس جاهزا للحصاد. من الأفضل القص أو الحصاد صباحا. عند القص يجب ترك الجذور في الأرض لتنمو من جديد. هذه خاصية جميلة في البقدونس عكس القزبرة والتي نقتلعها من الجذور ولا تنمو من جديد. بالنسبة للإضاءة لا مشكلة إذا وضع الأصيص في مكان نصف ظل. بالنسبة للسقي فالبقدونس يحتاج السقي المستمر واليومي لتبقى دائما تربة رطبة. يتأثر البقدونس بالشمس المفرطة مع قلة السقي مما يؤدي إلى جفاف التربة وموت الجذور، وهذا ما حصل لنبتتي وبقيت لدي نبتة واحدة. قمت إذن بتشتيلها في أصيص أكبر. إذن سأريكم مصيرها طيلة السنة. في فصل الربيع في بداية شهر يونيو نباتي مخضر، تظهر عليه بداية تشكل الأزهار. تميز البقدونس بكونه نبات اللي يقدر يعيش معك مدة طويلة، عدة سنين إلى اعتنيت به، إلى حاولت تعتني به في الصيف، يعني ما يتعرضش للجفاف والموت. إذن هنا دابا جات فترة الإزهار. عندها جذر قوي تبارك الله. بعد شهر أي في بداية يوليوز نبات البقدونس. أزهار وبذور. هذه نبتة واحدة. ضعت لها دعامة حتى لا تنكسر السيقان. ها هو جذرها والساق. نبتة واحدة ما شاء الله. أعطت زهورا كثيرة وبذورا كذلك. معظم الأزهار تتحول إلى بذور.
ما شاء الله، اللهم بارك. في فصل الصيف وبالضبط في نهاية شهر يوليوز، نلاحظ أن السقال التي تحمل الأزهار تدلت إلى الأسفل، هذا نتيجة تشكل البذور التي أحدثت ثقلا على السقال. له من منظر جميل، أشجعكم على زراعة البقدونس على السطح، فمنظره جميل بالإضافة إلى طعمه المركز، وهو أحسن من البقدونس المشترى من السوق. هنا في بداية شهر غشت يظهر تغير في لون البذور وتميل إلى اللون البني، دل على أنها اكتمل نضجها. عادة كان علي أن أقطفها وأقطعها في هذه المرحلة ثم أضعها في مكان جاف ومظلل حتى تجف كليا وتبقى محتفظة باللون الفاتح، الأخضر الفاتح. البقدونس مجموعة من الأزهار ربسات، أعطتنا البذور اللي هي جافة. هنا كما تلاحظوا معايا البذور جفت كليا، اذا هذه مرحله متاخره في قطفها، اذا فقط اعطيني بذور اللي هي لونها داكن. فلا انصحكم بالتاخر في قطف البذور حتى هذه المرحله. مجموعه من الازهار لم تتحول الى ثمار، اما نتيجه عدم حدوث الاخصاب أو التلقيح. هنا سأقوم بجمع البذور. سأضع المحصول في مكان مظلل وجاف حتى تجف البذور كليا. نبتة البقدونس نبتة مقاومة للطفيليات، فطيلة مدة إنباتها لم تظهر عليها الطفيليات. بعد مرور 18 يوما تقريبا سأقوم بعزل البذور عن السيقان. سأقوم بغربلة المحصول لإزالة الشوائب والغبار والتراب الذي تراكم عليها. لاحظوا اللون الداكن للبذور، هذا ناتج عن تأخري في حصادها. أتمنى أن ينال هذا المقطع إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.